عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، وبنحاول دائما نطور في البرنامج ونأتي إليكم بكل ما هو جديد. قبل ما نبدأ سهرتنا الفنية كل ثلاث الكروية الفنية الكروية كل ثلاث، هيكون معانا بناء على طلب كثير من حضراتكم بعض الحاجات اللي خاصة بالطب الرياضي. خليني أرحب في أولى هذه الفقرات المرة في كرة بلدنا، وده هيكون معانا إن شاء الله كل ثلاث في أكتر من فقرة مع أكتر من طبيب في أكثر من موضوع. بس خليني أرحب في الأول بالأستاذ أحمد، أستاذ علاج آلام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحة. دكتور أحمد مساء الفل. إزاي حضرتك بالسادة المشاهدين لبرنامج كرة بلدنا والمشاهدين لقناة التسي والبرنامج الجميل ده؟ يعني إحنا على فكرة قررنا إن إحنا نعمل الفقرة دي ونعملها بدري علشان ما نأخرهاش بالليل، لأن كان يستفيد منها كل الناس وصل في الأقاليم، على كان نضمن أكتر نسب مشاهدة، لأن مهم جدا إنك أنت تقدر تأدي خدمة مجتمعية من خلال البرنامج وتنوع الموضوعات. أكيد، وده ينم عن وعي كامل من القناة ومن البرنامج ومن حضرتك. يعني الأول بس أنا عايز أسأل على حاجة، زملكاوي ولا أهلاوي؟ يعني انا ميولي اكتر للاهلاوي، وحتى في القناه كلهم عارفين ومعظم المرضى بتوعي عارفين ان انا اميل اكتر للاهلي. بس طبعا انا بحترم قوي ان لما يبقى في فريق قوي جدا زي الزمالك موجود بينافس على دوري المصري الاسماعيلي، وجود القوة في المنافسة بيدي الطعم اللذيذ للدوري، وفي نفس الوقت بيعلي من قيمة الدوري سواء القيمة الفعلية او القيمة المالية اللي هي بتترجم في اخر الفلوس، فدي حاجة محترمة جدا. وبعدين الزمالك حاجة عريقني زي الاهلي، الاثنين ممثلي مصر في الخارج. يعني هو يعتبر الاهلي والزمالك قاطع في التسويق الرياضي الاسماعيلي. انت بتلاقي وقت لان انا اعرف ان اهلك دائما ما بين الدراسه، ولان المهنه التي لا تنتهي دراستها حضرتك، بس اطباء بيتابعوا اللي عشان بيبقى عندك ارض دراسه وتلاعب بحوث والسفر. اكيد اكيد. واليوتيوب وفر الموضوع ده. اكيد يا فندم. هل بتتابع برنامج كره بلدنا؟ ده اساسي. حضرتك بسم الله ما شاء الله من الناس اللي هم قبول يا رب يخليك، مع ناس جميله قوي. يعني من انا لما تروح بالليل كده تخطفني قبل الفجر نص ساعه ولا حاجه. تشرف تشرف تشرف. ربنا يخليك يا دكتور احمد. طيب دكتور احمد، الكره والرياضه مرتبطه ارتباط وثيق بالمفاصل والفقري، ولكن انا اقف عند التعريف بتاعك، كيف انت تعالج ذلك؟ يعني التعريف المفصل والعمود الفقري بدون جراحة. هي الفكرة كلها ان انت حضرتك بتدخل التداخل يعني ايه حدود اللي هو التداخل مش جراحة كاملة، فبالتالي بتقدر توصل بالمريض ان هو مريض عنده انزلاق غضروفي او انزلاق فقاري، كان في القديم بيتعمل له جراحة كاملة، فبالتالي بيقعد في العمليات بتخدير كلي فترة من الوقت، ويلازم المستشفى فترة ايام، ويلازم البيت اسابيع لشهور لغايه لما يقدر يرجع للحياه العمليه بتاعته لحياته الطبيعيه. لا، احنا عن طريق التداخل المحدود اللي جراحي نقدر المريض ما ياخدش التخدير الكلي ويقعد في المستشفى ساعات ويقعد في البيت ايام، ويقدر يرجع لحياته العمليه في فتره بسيطة، فيتلافى المضافات اللي ممكن يدخل فيها بجراحة الكاملة. زي الموضوع اللي حضرتك كلمتيني عليه قبل ما نبتدي على طول الحلقة، اللي هو الانزلاق الغضروفي والانزلاق الفقاري. حضرتك هو ايه الفرق ما بين ده حاجة حلوة قوي. الانزلاق الغضروفي والانزلاق الفقاري دوت، ده حضرتك اللي هو مرض العصر، دايما تلاقي حد يقول لك انا يا داري عندي انزلاق غضروفي عندي انزلاق فقاري. الفكره كلها انه ربنا خلق لنا العمود الفقري مكون من 7 فقرات عنقيه، 12 صدريه، 5 قرنيه، 5 عجزيه وعصاص. ما بين الفقره والثانيه في عضو اسمه الغضروف. الغضروف ده ابزوربابل او زي مساعدين العربيه، اللي هو بيمتص الصدمات اثناء حركتنا، بيدينا الليونه اللي نقدر نتحرك من خلال نفس الامتص الصدمات. الاوبير عباره عن طبقتين، طبقه جيه اشبال انيلس، وجوه طبقه جيلاتينيه نيوكليس. لو الطبقه الجيلاتينيه خرجت
بره الطبقة الناشفة وضغطت على جذور العصب او على الحبل الشوكي، ده اسمه الانزلاق الغضروفي. انما الانزلاق الفقاري لا، ده الفقرة بتتحرك عن الفقرة اللي فوقيها او اللي تحتيها فبتعمل انزلاق فقاري، تحرك في الفقرات او زحزحة فقرات. دايما الانزلاق الفقاري بيكون معاه انزلاق غضروفي، بس مش كل انزلاق غضروفي بيكون معاه انزلاق فقاري. زمان كانت المريض اللي بيروح للدكتور يقول يا داري طيب نعمل أشعة رنين مغناطيسي عشان نشوف درجة الانزلاق الغضروفي اللي هو بتعتبر 5 درجات ما بين خروج بلج لبروز بروتريوجن لانزلاق برولابس ليه فتاء هيرنيشن ليه النون مهاجر ميجريتنج. الخمس درجات الانزلاق الغضروفي كان زمان المريض لما يروح للدكتور يقول له يلا بينا نعمل جراحه. لا لو ترجمنا العربي علشان مشاهدنا البسيط. لو ترجمنا عربي يعني الخروج البروز الفتوء الفتاقي المهاجر. الخمس درجات دول كان المريض لما يروح للدكتور يقول له يلا بعمل جراحه ونحضر وناخد تخدير كلي نقعد في العمليات 2 ساعة. وانا ضد ده تماما. فيها مضاعفات من التصاقات والتهابات وممكن يحصل مشاكل كتير بصوره مبالغ فيها. طبعا الطريقه الحديثه اللي هي ان انت تستأصل الغضروف عن طريق يمكن قبل ما تشرح الصوره يا دكتور الناس البسيطه اللي بتتابعنا واللي عمل عمليات، كل من عمل عمليات يا دكتور كل اللي عمل عمليات يا دكتور رجعت الدنيا معاه اما اسوأ، المهم ما راحش للاحسن. بص حضرتك احنا في ان شاء الله الناس اللي قبلها. تمام يا استاذ. احنا حضرتك في حلقه ثانيه هنعملها اكيد مع حضرتك عن الالام ما بعد جراحه. واحد بقى فتح ظهره لسه بيقول انا تعبان، طيب نعمل ايه؟ هنا ان انت بتدخل بالمنظار من خلال فتحه 3 مللي. بتدخل الاول حضرتك بابره، طبعا بتبقى شايف كل الاحداث من خلال مونيتور شاشه قدامك وجهاز الاشعه التداخليه اللي بتدخل بيه حضرتك، وفي نفس الوقت بيكون معاك نيرفس او مجس للعصب اللي بتقدر تحس ان انت بعيد تماما العصب. فبتدخل حضرتك هنا ان بيخدوا في بين القطريه الرابعه والخامسه التخدير الموضعي، بندخل حضرتك من خلال الجلد فتحه 4 مللي او 5 مللي. تمام. انت شاير عليه هنا بالنقطه اللبني ده العصب دوت 3D animation او زي فيلم بعد ثالث عشان المشاهد يشوف يشوف ايه اللي بيحصل. لا انت ملون له اللبني ده العصب. يا فندم دوت الانزلاق الغضروفي دوت الغضروف اللي طالع اللي ضاغط. فبتدخل حضرتك عن طريق حلو الشرح دايليتر او موزع موسع. تمام. ده كله بيعمل لي زي تراك او مجرى اللي بيدخل من خلاله المنظار عشان يستأصل الجزء الازرق الزياده اللي هو الغضروف اللي ضاغط على العصب. تمام. طبعا التخدير بيبقى موضعي. بيبقى الاستئصال ازاي؟ عن طريق ان انت بتدخل ببانش او بقى بتشيل الجزء الزياده. طبعا كل الكلام ده في دايره ورا البانش اللي بيشيل دوت او الاله اللي بتشيل دي، ما هي الا كاميرا بتبان لي في المونيتور حضرتك، في نفس الوقت الاشعه التداخليه بتبان لي بتشيل الجزء من الغضروف اللي خرج وضاغط على عصب مختلف حيث المساحه من حد الاخر. بمعنى مختلف من حيث الحجم اللون اللبني اخر درجه انزلاق الغضروف اللي هي 5 درجات اللي قلناها. هل يعني درجه صغيره ولا درجه كبيره خالص؟ يعني يجي لك بدري ممكن الدنيا تبقى بسيطه. وحتى لو متاخر بنقدر ندخل ونشيل الغضروف بالمنظار. وزي ما بقول لحضرتك لازم بيكون مطمن ان كل خطوه بنعملها بيبقى فيه 3 سيفتي او امان لينا. حاجه عدسه الكاميرا الورق دي بتبين على الموتور، رقم 2 الاشعه التداخليه اللي بتبين لي دي عدسه الكاميرا، منظر الاشعه بعدسه الكاميرا المربع اللي فوق على اليمين والاشعه التداخليه، ورقم 3 احنا بيكون معانا نيرف سيميليتور او جهاز احساس بالعصب اللي بيطمني ان انا بعيد تماما عن العصب. ده مفهوم عدم التدخل الجراحي اللي هو اللي احنا بنشوفه ده بالظبط.
من ظهر. فبالتالي انا بدي للمريض استئصال الغضروف بتخدير موضعي، وفي نفس الوقت في وقت قليل ما بنحتاجش نقل دم، المريض بيتلافى حدوث المضاعفات من فتح الضهر، ان هو بيحصل اضعاف للضهر عن طريق تمزيق العضلات، وفي نفس الوقت يقعد في البيت فترة تأهيل قليلة فيقدر يرجع للعملية فترة. يمشي بعد قد ايه؟ يحتاج يقعد معك قد ايه؟ ساعات ولا ايام؟ في المستشفى بيخرج في نفس اليوم، خلال ساعات. في خلال ساعات، ويقدر يرجع لحياته العملية خلال ايام. ودي حضرتك اهم من الفترة، مع انه الفترة الزمنية مهمة قوي، ان المريض بيتلافى الاضعاف اللي ممكن حدوثها مع الجراحة من التهابات او التصاقات. يعني بيطلع بعد يستطيع انه يطلع 4 ساعات ويمارس عمله خلال اسبوع ماكسيموم. يعني خلال اسبوع يبقى في الامام بالظبط. في نفس الوقت نسبة كبيرة قوي ما بنحتاجش بعديها علاج طبيعي زي الجراحة الكاملة. طيب استاذنك عشان في مداخلات كتير. الاستاذ من السعوديه، خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندك يا استاذ خالد اتفضل. اشكر الله على عرضكم واشكر الدكتور احمد عصام. اهلا وسهلا استاذ احمد عصام على طال عمرك الخلق والامانه والصدق. ربنا يكرمك. واشكر الفريق اللي معه عمل لي عمليه والحمد لله رب العالمين. انت تعرف الدكتور احمد عصام ولا عندك استشاره؟ احمد عصام عرفته من التلفزيون. يعني انت التلفزيون وجيت فيها اول مرة قبل 6 شهور. يعني انت مريض عنده؟ اي نعم. ويكفي هذا الدكتور حبيبي النابغة، هذا الدكتور نابغة وصدق وعمال واخلاق ما توصف. شكرا جزيلا. حضرتك عملت عملية بالمنظار ولا كنت بتعاني في ايه؟ عملت المقبض بالليزا والحمد لله رب العالمين. كنت تمام كنت سمين الحمد لله. بقيت زي الفل الحمد لله. نعم زي الفل. نعم الحمد لله زي الفل 100%. شكرا جزيلا. هناخد يا جماعه يا ريت دقيقه سريعه لان التليفونات كتيره جدا. مدام هدى من الاسماعيليه. مدام هدى السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بك يا مدام هدى اتفضلي. الحقيقه انا بشكر الدكتور احمد، انا مبسوط صراحه. انا عملت فقرات من الفقره الثانيه الوضع كان فتح. الدكتور عصام من الناس المحترمين جدا وناس اخلاق جدا متواضع لابعد الحدود، وانا بشكر مجهوده يعني اللي عمله معايا. انا الحمد لله حسيت بتحسن كتير والحمد لله. انا لغايه دلوقتي بتابع معاه وبروح له وصراحه ونعم الناس يعني. شكرا جزيلا يا مدام هدى. طبعا هو مدام هدى من الحالات الجميله قوي لانها كانت اجرت جراحه قبل ما تجيني تثبيت الفقره القطنيه 4 و5 وحصل عندها انزلاق غضروف كبير بين الثانيه والثالثه والثالثه والرابعه. الحالات اللي زي دي بتبقى طبعا متعبه جدا لان انت بتضطر تكمل فوق الشغل السابق لاحد الزملاء. فاهم حضرتك؟ فطبعا وطبعا المريض اللي يدخل مع دكتور للمرة التانية بيبقى بجد بيتألم وحاسس بألم جامد جدا. فطبعا من الحالات اللي بحترمها جدا، وخاصة ان هي كان عندها خشونة في الركبتين. فبعد ما خلصنا عملنا حقن لخشونة الركبتين ببي ار بي بلازما وجيلاتين واكريليك، ودي حاجات مفيدة بتحسن الركبة حتى لو هو مش متقدم في السن، لو حتى في الثلاثينات او الاربعينات. امي عندها في حدود 70 سنة ولا 71 سنة، يعني عندها مشاكل كتيرة في العمود الفقري. تمام. ومشاكل العمود الفقري في السن ده مشاكل متعبة، خصوصا انها بتحسسها بألم نفسي في موضوع الصلاة، انها لازم تصلي وهي قاعدة ولازم مخزات ولازم الكلام ده. السن ده يعوق اللي انت بتقوله؟ بص حضرتك، هو طبعا سؤال حضرتك في منتهى الجمال. ميزه التداخل المحدود اللي احنا بنتكلم فيه مناسب قوي للمريض اللي خايف يدخل يعمل جراحه كامله، او المريض اللي بيعاني من مشاكل تانية غير العمود الفقري زي كبد او قلب او كلى. الجراحه الكامله الجراحه بتحضير كامل بيبي ممكن يعمل درجة خطورة كبيرة عنده. فاهم. او للكبير قوي في السن اقول طب انا ادخل جراحة كاملة وانا عندي 70 سنة او اكتر،
خلاص انا اكمل بقى وخلاص. بس طبعا سبب اختراع التقنيات الحديثة دي يا استاذ عبد الناصر ان انا اكمل حياتي بدون الم وبدون جراحة كاملة. تمام. ده بالنسبة للانزلاق الغضروفي. الانزلاق الفقاري عشان بقدره بدون جراحة فقرتين اتنقلوا عن بعض بقى لازم نثبت دعامتين واربع سمير ودي ممكن من غير جراحة بتداخل محبوس. ودي يمكن الفيديو التاني اذا كان فيه شانس او وقت نقدر نشوفه هتبقى حاجة كويسة قوي. طيب انا بهتم بالمتصلين طبعا وافتحوا لنا اتصالات وازود مع الدكتور وقت لو سمحتوا بعد اذن الدكتور. انا عارف عندي نجمين كبار الكابتن تامر عبد الحميد والكابتن طارق السيد فانا حبيت افصل ما بين المشاكل بحاجه طبيه كده عشان تاخدوا وجبه اكثر من رائعه مع النجم الكبير تامر عبد الحميد والظهير الايمن التاريخي لنادي الزمالك والجناح الطائر للكره المصريه العصفوره الجميل صديق الكابتن طارق السيد. طب مدام الهام، مدام الهام السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مدام الهام؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فضل كل المتصلين سيدات خير وبركه، خير وبركه، اتفضلي. الحمد لله. الحمد اجمل ناس. اهلا يا مدام الهام. اهلا يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا بس بتصل بأشكر بعد ربنا سبحانه وتعالى الدكتور احمد. يعني حضرتك ايضا مريضه عند الدكتور احمد؟ اه كنت رايحه منتهيه جدا يعني بالنسبه لحالتي كانت صعبه. والله جعلتني اتفائل عشان اجيب لامي من البلد لحسن امي تعبانه جدا في الموضوع ده. والله ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. يعني سنك كام يا مدام الهام لو عايزه تقولي؟ انا سني لا اقوله 57 سنه. طيب يعني وهي كانت اجرت جراحه قبل ما تجيني مشكله برضه زي مدام هدى؟ بالظبط. بس كانت مشكله مدام الهام ان هي حصل لها التهاب صديدي خراط في الجراحه السابقه. وهي صبرت معايا صراحة ودخلت وهي من الناس المحترمة جدا والمتعلمة. فطبعا دخلنا عملنا تثبيت للفقرة التانية التالتة والرابعة والخامسة. الحمد لله زي ما بقول لحضرتك التداخل المحدود يمكن الفيديو هيبين لنا طريقة التثبيت بتداخل محدود لا جراحي بيخلي المريض يتلافى المشاكل بتاعة الجراحة الكاملة. فسؤال حضرتك طب لو حد 70 سنة زي سيدة الوالدة ده مهم في الشعب المصري كله خلي بالك. المفاصل والفقرات دي ألم الشعب المصري كله. بالظبط بالظبط. فطريقة التثبيت للفقرات بدون جراحة تقدر تعالج للانزلاق الفقاري لما تكون الفقرات منقولة عن بعض بطريقة لا جراحية بنتفادى فيها الفتح الجراحي الكامل. ودوت يمكن برضه زي ما بقول لحضرتك هيبان معانا في الفيديو اللي هتعمله إن شاء الله دلوقتي. طيب خالد من الشرقية، أستاذ خالد. خالد السيد من محافظة الشرقية مركز حسنية الجزيرة السعودية كابتن عبد الناصر. أحسن ناس وعلي النعمة. أهلا وسهلا. والله وحشنا ونفسنا نشوفك في محافظة الشرقية. أحسن ناس الشرقية فوق دماغي يا عم خالد. مساء الخير عليك يا دكتور أحمد. الله وحشنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يا كابتن أحمد أقسم بالله أنت كابتن عبد الناصر وحشنا جدا جدا بالرغم أني زملكاوي. يعني هو انت كان زملكاوي تكرهني مثلا يا عم خالد ولا ايه؟ انت وحشني والله بس عايزينك تهدى شويه كده. حاضر. احسن ناس الزمالك. بس عايز اسال الدكتور السؤال بس يا اتفضل يا فندم. الاول بس على رد حضرتك زملكاوي جمهور الزمالك جمهور عظيم جدا لعلمك ونسبتهم تعتبر زي مشجعي النادي الاهلي في التعداديه والاحصائيه وباي ذا واي هم ناس جمال يعني مثلا لما الاهلي بيلعب الترجي او 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 كمانه بيلعب باسم مصر فتلاقي الزملكاوي بيشجع الاهلي بالعكس طبعا الا كثير لا لا ده حقيقه لا جمهور الزمالك مثقف جدا روح يعني احنا الزملكاوي هنشجع الاهلي يوم الجمعه طبعا بقى كان عندي تليفونات كثيره اقول سؤالك اتفضل يا فندم يعني طبعا يا دكتور دلوقتي لو واحد مثلا لعيب كوره يعني وعنده اصابه في الغضروف ممكن حضرتك تعمل له العمليه عادي يعني؟ في غضروف ايه؟ غضروف الركبة ولا غضروف الظهر؟ لا غضروف الركبة. غضروف الركبة حسب درجة القطع بتاع الغضروف
لو حضرتك صبرت معايا ثانية بسيطة، برنامج كرة بلدنا هيعمل حاجة حلوة دلوقتي للسادة المشاهدين أو المرضى، فياريت حضرتك تبع تعرف. أنا تبع الكابتن، وحشنا والله، نسنا نشوفه في محافظة الشرقية مركز الحسنية. شكرا حاضر، من أجمل الناس أهل الشرقية. شكرا جزيلا. محمد وجد من المنوفية، هناخد حالات مجانية من الدكتور، ما أنا مش هجيب حد كده أوطى يعني، هناخد حالات مجانية وهيتبرع لنا بعملية هنعمل عليها قرعة. ما هو مش هيجي غير لما غرمه يعني. طيب خلينا مين معانا؟ محمد وجدي من المنوفية. محمد وجدي السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا باشا؟ اهلا بيك يا عم محمد، اتفضل. ازيك يا احمد؟ اهلا يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. والله والله مشكور دكتور احمد، والله ربنا يخليك. انت استاذ محمد وجدي من بيرت سبا صح ده؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ عامل ايه؟ مريض كان عندي. مريض عندي. بس الحمد لله. انت سنك كام يا محمد؟ 27. يا ربنا يديك الصحة. رب كنت بتعاني من ايه؟ كان عندي خمسة نزار والروف. الف سلامة. الدكتور احمد عمل معاك الصحة طبعا؟ طبعا الحمد لله، بشكره والله كتير الحمد لله. استاذ محمد كان مشكلته ان هو حافظ الحلقه بس. طبعا انا حضرتك لو من 100 سنه، اصل المريض اللي بيجي براسك في ربنا ثم فيك، هو شرفك بثقته. فهمني حضرتك. فابسط الامور انت لازم تحترمه جدا وتعتز بيه وتفتكره لاخر يوم في حياتك. فاستاذ محمد ده مشكلته انه شاب، بس هو مشكلته انه جسمه مليان شوية، مشكلة كبيرة. فجاي في الرابعة لا، وطبعا من اللي هو بيشتغل جامد ويشيل ويعمل، فجاي بغضروف اكل عيشه بقى. بس كان عنيف قوي بين القطنية الرابعة والخامسة، كان في ضغط جامد على جذور الاعصاب، كان ممكن يحصل مضاعفات. احب قوي المريض اللي بتقول له الأشعة بتقول 1 2 3، بنفكر نعمل 1 2 3، يقول لك أنا مع حضرتك، أنا وثقت في ربنا ثم فيك. فده اعتز قوي بأستاذ محمد. بالنسبة لبرنامج حضرتك، أنا حابب قوي إنه يكون في، إحنا عندنا 3 عيادات في المنصورة وفي القاهرة وفي طنطا، يكون لكل عيادة 5 مرضى مجانا عن طريق الكنترول. هنسيب تليفون حضرتك يتابعوا معاه، يحجزوا مع حضراتكم هنا كل محافظة 5 حالات. مجد. على مستوى الجمهورية. 5 حالات، 15 حالات، دي حاجة مش لا. انت عندك 3 محافظات فيهم 3 عيادات. وهو القاهرة. طيب واللي هيجي من اسوان ويجي من سوهاج والكلام ده هيعمل ايه؟ ما هو بيجي من القاهرة. ما هو كده اللي انتوا تشوفوه. عامة هنسيب. طب انا هقول لك على حاجه، اتفضل. صلي على النبي، اقول لك على اقتراح. اتفضل. احنا انت بتقول 5 حالات في 3 ب 15. تمام. والقاهره يبقى 20. لا هو 15، هي القاهره محافظتين بس. اوكي. اقول لحضرتك على فكره. اتفضل. احنا نخليهم، انا هحافظ على الرقم مش هزود، اللي طالع من ذمتك مش هزود. لا لا خالص. لا بص 15. طب اقول لك خلينا نبدا ب 15 حاله. تمام. بس نعمل عليهم قرعه علنيه عشوائيا على الاتصالات على الرقم اللي هتديه لنا او البرنامج. لا من خلال البرنامج. خلي من خلال البرنامج. طب يا جماعه، الدكتور احمد عصام 15 حاله مجانيه بكل علاجهم، حتى لو هيعملوا عمليات ولا كشف. لا هي كشف يا فندم. كشف. الكشف مبدئي. يا 15 كشف مجاني لأول 15 متصل من خلالكم انتوا، من خلال برنامج كرة بلدنا. ماشي. عن طريق الكنترول يسيبوا حضرتك الداتا بتاعتهم، وهنسيب تليفوناتنا. هنبدا بالكشوف وبعد كده نكبر المشروع. اكيد اكيد. كل حاجه تشرفنا. اي شيء في خير ما بيروحش. ده لا لا لا، ده حق المريض وحق المواطن المصري، ابسط الامور العلاج. طيب 15 حاله مجانيا من الدكتور احمد عصام، استاذ علاج الام العمود الفقري والمفاصل بدون تدخل جراحي. 15 كشف مجاني لأول 15 متصل يكلمنا يسأل عن الدكتور أحمد عصام. تحت أمرك. وإحنا على تواصل معك. ده أنا اتشرفت بحضرتك يا صاحبي. بس حضرتك عندنا حالتين في البرنامج بعيد عن ال 15. تحت أمرك. شهاب أبو مغيث زميلنا عنده ركبته تعبة. يا فندم. خارج دلوقتي هياخد تليفونك ويجي. تحت أمرك. يا خلصنا من ركبته.
لا بس ان شاء الله يبقى زي الفل باذن الله. ده على راسي والله احنا الكسبين. ميرسي شكرا. ربنا يخليك يا دكتور، انا اتشرفت بحضرتك جدا. ميرسي. واكيد هنكرر اللقاء ده. اكيد اكيد. وتدينا مساحه اكبر. ده انا اتشرف بها ان شاء الله. دكتور احمد عصام استاذ علاج الام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحه كان ضيفي في هذه الفقره القصيره. انا اقول ده فكر لطيف، استشاره سريعه جدا ما بين فقرات الكوره كده فيما يخدم اهل يرى الم عمودي الم فصل علاج طبيعي اصابات ملاعب. ربنا يكرمنا نقدر نجيب متخصص يقدر يعمل لكم عمليه رباط صليبي مجانا، نعمل مسابقه على حاجه خاصه بلاعب الكوره الفقير اللي ما بيقدرش يصرف على نفسه ومصاب. يعني اهل الخير كتار واهل الطب مهنتهم مهنه الرحمه، واكيد منهم الدكتور احمد عصام. بشكرك شكرا. شكرا يا ميرسي. بعد الفاصل معي ومعكم النجمين تامر عبد الحميد وطارق السيد وسهره ممتده حتى الصباح.